السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع قناة المهندسة سارة عناني. النهاردة ميعادنا مع الصف السادس، هناخد مع بعض مراجعة ليلة الامتحان، المراجعة النهائية. أنا أفضل إن أنت تخلي مذاكرة المتميز ديت لو أنت يعني خلصت الامتحانات مثلا بتاعة الملخص بتاعك، يعني في الدروس بتاعتي بنبقى خلصنا الامتحانات وخلصنا حاجات كتير كده، فبنخلي بنختار كده مذكرة نسيبها ليلة الامتحان. حلو إن أنت تخلي المتميز تحل فيها ليلة الامتحان، خاصة إن بيكون فيها كمان الإجابات من ورا، فأنت مش هتحتار إلا طبعا لو في أحيانا بيكون ممكن تلاقي نقطة مش صح أو كده، فلازم برضو تكون واثق من الإجابة بتاعتك. فتعالوا نراجع مع بعض كده ونحل الأسئلة. طبعا أسئلة كتيرة جدا، ما أعتقدش إن ممكن يطلع منها الامتحان، لكن برضو تدي نفسك فرصة إنك تحل لك كده حتى ولو امتحان. أنا بنزلت امتحانات المعاصر اللي نزلت أونلاين، حتى لو أنت معكش ملخص ممكن تحلها كده وانت فاتح الموبايل مثلا في ورقة، بحيث ان انت تشوف مثلا انت ما تضغطش مثلا في الامتحان، تبقى عارف شكل الامتحان بيجي ازاي، تبقى متوقع هتاخد وقت قد ايه في الامتحان. تعالوا نبدأ مع بعض. السؤال الاول هو اختياري، زي ما تعودنا اختار الاجابة الصحيحة. نقط، هو البرنامج الذي يدير وظائف الكمبيوتر. يدير وظائف الكمبيوتر يعني هو البرنامج الاساسي، يعني هو نظام التشغيل. رقم 2، يمكن للمعلمين استخدام قواعد البيانات بغرض تخزين أسماء الطلاب ولا تخزين درجات الطلاب. طبعا ألف وب معنى، قاعدة البيانات بخزن فيها كل بيانات الطلاب. أطلقت مصر أول سيارة تعمل بالكهرباء محلية الصنع عام 2023. يساعدك برنامج نقط على فهم المادة المعروضة أفضل من النصوص العادية. طالما هو بيقول لي أفضل من النصوص العادية يبقى أنا بستخدم الباوربوينت. برنامج نقط يعد الأكثر موثوقية لكتابة التقارير. طالما كتابة التقارير يبقى أنا بتكلم عن المايكروسوفت وورد. يمكن أن يتضمن عرض الباوربوينت التقديمي صور ولا رسوم؟ طبعا الاثنين، صور أو رسوم متحركة، فيديوهات، كل الحاجات اللي هو ممكن يكتبها ممكن أحطها في العرض التقديمي بتاعي. يمكن اختيار نوع الخط في برنامج وورد من خلال التبويب. تختار نوع الخط من خلال التبويب اللي اسمه هوم، اسمه هوم. يمكن إنشاء المخطط الانسيابي من خلال تبويب. إنشاء المخطط الانسيابي ده بعمله من قائمة إدراج أو من تبويب اسمه إدراج. تمام، إدراج أو إنسرت، الاثنين حاجة واحدة. يعتبر برنامج جيمب أحد البرامج مفتوحة ولا مغلقة؟ طبعا مفتوحة، وما ينفعش يبقى مفتوحة ومغلقة، واختار ألف وب معا. بعد انتهاء مؤتمر الفيديو يجب إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رابط تسجيل للاجتماع، يبقى الاجتماع تم تسجيله وانا ببعت الرابط بتاع التسجيل. في العرض التقديمي يجب استخدام خط لا يقل حجمه عن 30، حجم الخط عن 30، القاعدة بتاعت الباوربوينت 10 20 30، فهنشوف ال 10 20 دول برضو بتوع ايه واحنا ماشيين. فال 30 ديت حجم الخط لا يقل عن 30. مقدمو الخدمات التعليمية تعتبر مصادر للمعلومات يمكن للتلاميذ نقط منها، وعن التعلم منها، انت بتقدر انك تتعلم منها. 14، تساعد شركة نقط الناس على استخدام الخدمات المالية في جمهورية النيبال. الشركة اللي كانوا بيتعاونوا معاها كان اسمها ألوي التكنولوجيا المالية. نقط، أوامر تعطى على هيئة جمل لكتابة برامج الكمبيوتر. طبعا ده تعريف لغات البرمجة. يعد برنامج نقط مثالا على برامج تحرير الصور المكلفة. المكلفة يعني أنا بدفع لها فلوس مش مجانا، يبقى ده يقصد بيه الأدوب فوتوشوب. تستخدم نقط في منع البريد الإلكتروني الخطير من الوصول إليك. فلاتر البريد الإلكتروني، طبعا مفيش أي اختيار تاني يعني ليه صلة بالموضوع. تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر على نظام تشغيل. أكتر نظام تشغيل مشهور عندي هو الويندوز. خلي بالك الويندوز والماك واللينكس دول كلهم أنظمة تشغيل، لكن الأكثر شهرة عندي هو الويندوز. تبيع الشركات نقط كوسيلة لجمع الأموال. بتبيع اكيد، مش هتبيع بيانات العملاء السرية، هي بتبيع السندات. خلي بالك في فرق ما بين السندات وما بين الاسهم. السندات بتبيعها كوسيلة لجمع الاموال، الاسهم هناخد عليها اسئلة بعد شوية. يمكن استخدام خدمات المراسلة على نظام نقط دون قيود. خدمات المراسلة على الاندرويد او الابل، يبقى الاثنين مع بعض. يعتبر مايكروسوفت تيمز من اشهر منصات. وعن مؤتمرات الفيديو ما تنساش انت عندك مايكروسوفت تيمز زي كده ما عندك الجوجل، يبقى انا كده عندي اتنين. اذا كان الجهاز لا يشحن عليك التأكد من انه، هتأكد من ايه؟ الجهاز مش بيشحن، هتأكد من كابل الشحن. طبعا هناك نقط الانضمام الى اجتماع على منصة الجوجل ميت، يبقى انا عندي منصتين، الجوجل ميت والمايكروسوفت تيمز، الاتنين منصات للفيديو
او للمؤتمرات الفيديو او لمحادثات الفيديو، كلهم بمعنى واحد. طيب طريقة ولا اتنين ولا تلاتة؟ طبعا طريقتين، يبقى عندي طريقتين علشان ادخل على منصة جوجل ميت الخاصة بالمؤتمرات الفيديو. نقط هو الاستناد الى الحقيقة وليس على رأي او على وجهات نظر، ده اسمه عدم التحيز. مش بتحيز لشخص، يبقى انا مش باجي مع حد برأيه، لكن انا باجي مع الحقيقة. لا يجب ان يستخدم الذكاء الاصطناعي في توفير المعلومات ولا في البرامج التعميم وانتهاك الخصوصية، طبعا لا يجب ان يستخدم في انتهاك الخصوصية. لإنشاء اجتماع جديد على منصة جوجل ميت نضغط على خيار، طالما جديد يبقى اكيد هعمل نيو. طب انت بتعمل اجتماع، يبقى هتختار نيو فايل ولا هتختار نيو ميتنج؟ اجتماع يعني ميتنج، يبقى انا هختار نيو ميتنج. للتواصل بشكل رسمي مع مقدم الخدمات التعليمية يمكنك استخدام البريد الالكتروني ولا نوافذ الدردشة ولا ألف وب معا؟ ألف وب معا، لأن هما الاتنين يعتبر أنا بتكلم بطريقة رسمية، لكن البريد الإلكتروني بيكون بشكل أكثر رسمية ونوافذ الدردشة بيكون بشكل أقل رسمية. يمكن شراء نقط وإدارتها وبيعها بسهولة عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة، تقدر تشتري أسهم أو سندات الاتنين مع بعض. نقط سوق يمكن الأفراد من خلالها شراء الحصص المالية وبيعها، دي طبعا تعريف البورصة. مواقع نقط يستخدمها المستهلكون للمقارنة بين المنتجات، يبقى ديت مواقع المقارنة الإلكترونية. أي نوع مالي لا يعد مثالا على منصات مؤتمرات الفيديو، خلي بالك بيقولك لا يعد يعني مش من ضمنها. طب أنا منصات مؤتمرات الفيديو عندي كام؟ اتنين، مايكروسوفت تيمز وجوجل ميت، يبقى مايكروسوفت إكسل دي طبعا مش تبعنا. يمكن شراء الأسهم والسندات وإدارتها وبيعها بسهولة عبر المواقع الإلكترونية طبعا الموثوقة. نقط عملية شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الإنترنت، ده تعريف التجارة الإلكترونية اللي بناخد فيه من سنة خمسة. نقط ليسوا أفراد حقيقيين إنما برامج الكمبيوتر تعمل بالذكاء الاصطناعي، فعندها روبوتات المحادثة. تستخدم لغة البرمجة نقط لإضافة محتوى الويب الديناميكي. إضافة محتوى ويب ديناميكي، يبقى أنا بتكلم عن الجافا سكريبت، يعني محتوى بيتغير، محتوى مش ثابت على طول، بيتغير على حسب المستخدم. أي مما يلي يعد من أخلاقيات مصممي الذكاء الاصطناعي؟ الاثنين، عدم التحيز والتحفظ. يعتمد الذكاء الاصطناعي على نقط لحل المشكلات، بيعتمد على إيه؟ على الخوارزميات. لتشغيل الصوت أثناء مؤتمر الفيديو اضغط على رمز، طبعا عايز أشغل الصوت يبقى أنا هضغط على إيه؟ على الميكروفون. في برنامج وورد يمكنك إدراج الصور والروابط من خلال أدوات التنسيق، دي اسمها أدوات تنسيق. هو التكنولوجيا التي تتمكن من استخدام السمات البشرية في حل المشكلات، يبقى ده تعريف الذكاء الاصطناعي. يمكن لركاب الحافلات الكهربائية الصغيرة جدولة رحلتهم عبر الرسائل النصية ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا مكالمات الفيديو؟ بيقدروا يعملوا جدولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الرسائل النصية دي كانت بيتعامل بيها صاحب الحافلة مع الشركة، لكن مش مع الناس اللي بتعمل جدولة للرحلات بتاعتها. هو المحتوى الذي يمكن تغييره بناء على تفاعلات المستخدم مع التطبيق أو موقع الويب، ده محتوى الويب الديناميكي. استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر مبنية على التحول إلى السيارات التي تعمل به الكهرباء. نقط أجزاء متساوية تنقسم إليها ملكية الشركة، دي طبعا الأسهم، يبقى أنا كده أخدت السندات إن هي بتبيعها الشركة عشان تزود رأس المال بتاعها، لكن الأسهم دي أجزاء متساوية بتنقسم إليها ملكية الشركة. أي مما يلي يعد مثالا على برامج تحرير الصور الجيم، يعتبر فتح الجهاز بالتعرف على الوجه من أدوات البرمجة ولا الطقس ولا الذكاء الاصطناعي؟ طبعا من أدوات الذكاء الاصطناعي. من أمثلة برامج خدمات المراسلة الواتساب، مين اللي انت البرنامج اللي بتبعت بيه على طول لأصحابك؟ طبعا مش وورد مش اكسل، هو الواتساب. للتواصل في الوقت نفسه بالصوت والصورة بيفضل استخدام، طالما قال لي بالصوت والصورة يبقى أنا بستخدم ايه؟ منصات مؤتمرات الفيديو. يمكن تثبيت او ازالة البرامج من خلال نقط في نظام تشغيل ويندوز، هدخل من خلال تفضيلات النظام لوحة التحكم الجوجل بلاي ستور، طبعا من خلال لوحة التحكم. خلي بالك من السؤال ده، احفظ كل واحدة فيهم بتاعة انه نظام تشغيل. نوافذ الدردشة على مواقع الويب توفر ردودا من روبوتات المحادثة. نوافذ الدردشة مش بيبقى شخص اللي هو بيرد عليك، لكن بيرد عليك روبوت محادثة بيبقى شغال بالذكاء الاصطناعي. عند تقديم العرض يجب التحدث ببطء ولا بوضوح؟ طبعا الاثنين مع بعض، ألف وب معا.
يتيح لك برنامج جيم بتحويل الصور إلى نوع آخر زي الجي بي جي أو البي دي إف الاتنين مع بعض، لتغيير الألوان بالمخطط الانسيابي. أنا عملت مخطط انسيابي دلوقتي بس أنا عايزة أغير اللون، هدخل على تصميم سمارت آرت اللي هو التصميم الخاص بالمخطط الانسيابي ده وأبدأ أغير الألوان بتاعته. رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا المالية ومستكشفة في ناشونال جيوغرافيك ديت سونيكا مانندهار، طبعا بايل مش عندي في المنهج أصلا. لإنشاء صيغة في برنامج إكسل عليك كتابة يساوي في أول الخلية، طالما قال لي صيغة يبقى هو يقصد علامة يساوي اللي هي بتبقى في الأول، لكن لو قال لي عملية حسابية يعني بتطرح بتجمع بتقسم أنا بختار العملية الحسابية اللي هو عايز يستخدمها، لكن طالما قال لي صيغة بس وما قاليش بعمل إيه العملية الحسابية وهو قصده إن أنا عايز أستخدم يساوي. نقط ينسق ويدير الاتصال بين الأجهزة والطبعة، ده طبعا نظام التشغيل. يمكنني دفع فواتير نقط عن طريق خدمات محفظة الهواتف المحمولة الغاز أو الكهرباء. يشيع استخدام مدارس تشغيل نظام ويندوز، يشيع استخدام نظام تشغيل ويندوز في المدارس والمؤسسات والاتنين طبعا الاتنين. أي مالي لا يعد مثالا على أنظمة التشغيل الويندوز ولا الأندرويد، لا يعد مثالا على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الويندوز والأندرويد والأي أو إس، الأي أو إس والأندرويد خاص بالهواتف الذكية، يبقى عند الويندوز هو اللي ملوش دعوة بالهاتف. يمكن تثبيت أو إزالة البرامج من خلال نقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، بدخل على الجوجل بلاي ستور، يبقى أنا كده عندي الجوجل بلاي ستور في الهاتف، لوحة التحكم بيكون في نظام الويندوز. أرادت الأنسة سونيكا من اندهار تحسين البيئة المحلية في جمهورية نيبال، هي عايشة في نيبال. في برنامج جيمب يمكنك جعل الصور تبدو وكأنها تتحرك من خلال خاصية ضبابية الحركة. أي مما يلي يعد أحد مميزات برنامج جيمب، فعال وخفيف يدعم مختلف أنواع الصور ألف وب معا. ميزة نقط الصورة ببرنامج جيمب تساعدك على تغيير خلفية الصورة، هل تحسين الصورة ولا دمج الصور ولا المؤثرات الخاصة؟ خاصية تحسين الصورة. يمكن إضافة أعمدة إضافية لقاعدة البيانات عن طريق تبويب، عايز أحط أعمدة جوه قاعدة البيانات، باجي من عرض ولا إدراج ولا من الرئيسية؟ السؤال مش صح يا جماعة، يعني صارت السؤال مش صح. بضيف أعمدة إضافية لقاعدة البيانات عن طريق تبويب، أنا مش بروح لتبويب لما باجي أضيف عمود، أنا بفتح قاعدة البيانات على الإكسل وبضغط رايت كليك على العمود وبضغط على انسرت. أنا لما بدخل عمود بضغط على رايت كليك على أي عمود من عندي وبضغط على انسرت من القائمة اللي بتظهر، يعني زي كده ادي الإكسل أهو، بضغط ادي العمود بضغط هنا وبعد كده بختار انسرت فبيروح مدخل لي عمود زيادة. يعني بص أنا أعلم لك العمود ده عشان تبقى عارف هو دخل فين، أهو هقول له انسرت هيروح عامل واحد قبله، تمام؟ فهي ملهاش دعوة بالتبويب، أنا بقف في أي حتة مش مهم، يعني المهم هنا. يبقى دي كده السؤال ده مش صح مش مظبوط. اللي بعده يوضح نقط سلسلة من الخطوات، طبعا ده المخطط الانسيابي. أي مما يلي لا يعد من مقدمي الخدمات التعليمية، الفيسبوك طبعا. محاولة فتح الملف باستخدام برنامج تاني هي إحدى حلول مشكلة إن الملف تالف ولا جهاز لا يشحن ولا حاسب ملفه بالخطأ، طبعا الملف تالف فمش راضي يفتح معايا البرنامج ده فبحاول أفتحه ببرامج تانية. يستخدم المستهلكون ذو الخبرة أدوات نقط لمساعدتهم في اتخاذ قرارات الشراء للمنتجات الأفضل ليهم، يستخدم أدوات البحث التكنولوجي. استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور إحدى حلول مشكلة إن نسيان كلمة المرور، طبعا أنا عايزة أبلكيشن هكتب عليه كلمات المرور بتاعتي فأكيد ده حل مشكلة إدارة كلمات المرور. هو المحتوى الذي يوضع ويظل على حاله لكل مستخدم يزور موقع له، المحتوى الثابت مش بيتغير، يبقى ده اسمه محتوى الويب الثابت. هي أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المجتمع وليس للاستفادة منه، أن يكون من ضمن القواعد بتاعتها أن هي الإفادة، أن المجتمع يستفيد منها. الأدوات الأساسية التي تقدمها منصات مؤتمر الفيديو بتكون متشابهة، طالما قال لي الأساسية، الأدوات الأساسية ما بين الجوجل ميت وما بين المايكروسوفت تيمز متشابهة، لكن كل واحد طبعا بيحاول يتميز بعد كده، لكن الأساس دايما بيبقى واحد. كل مما يلي من أدوات البحث التكنولوجي ما عدا الأسهم طبعا، لأن محركات البحث أدوات البحث التكنولوجي هي محركات البحث، مواقع المقارنة هم دول بس اللي عندي، لكن الأسهم طبعا مش من أدوات البحث.
في حال تواصلك مع مقدم الخدمات التعليمية يفضل أن تكون رسالتك رسمية. إحنا قلنا في الحالتين سواء كنت ببعت بريد أو بتكلم من خلال نوافذ الدردشة بتكون رسمية، لكن من خلال البريد بتكون الرسالة أكثر رسمية، ومع نوافذ الدردشة بتكون أقل رسمية. يشمل مقدم الخدمات التعليمية المكتبات ولا مواقع النشر؟ طبعا الاثنين مع بعض. عند استخدام نقط يجب الوضوح والتركيز على الطلب، وإلا لن تحصل على استجابة دقيقة. لما بتكلم مع نوافذ الدردشة، لأن نوافذ الدردشة بيتحكم فيها روبوت محادثة مش بيكون إنسان، فبالتالي كل ما يكون الرسالة بتاعتي واضحة والكلمات يعني مفهومة بيكون الإجابة أسهل. استخدم المستهلكون من مواقع المقارنة الإلكترونية للمقارنة بين المنتجات من حيث السعر والجودة الاثنين مع بعض قبل التواصل عبر مؤتمرات الفيديو. يجب التحقق من الاتصال بالإنترنت، البرمجيات المستخدمة الاثنين، انا بتاكد ان في نت، بتاكد ان البرنامج بتاعي موجود وسليم وشغال، مش محتاج يعمل ابديت. مش معقول بعد ما ابدا الفيديو كول او المؤتمر بتاعي يروح يبدا من يروح يقفل البرنامج عشان يعمل تحديث. لازم اتاكد ان كل حاجه تمام. اين مما يلي لا يعد من ادوات الذكاء الاصطناعي؟ تطبيقات الملائحه ولا برامج فلاتر البريد الالكتروني ولا الواتساب؟ طبعا الواتساب ملوش دعوه بالذكاء الاصطناعي، انت بتبعت رساله بتستقبل رساله خلاص، لكن الاثنين دول ليهم علاقه بالذكاء الاصطناعي. عند تصميم العرض التقديمي يجب عليك معاينة العرض قبل حذف طباعته كتابته. طبعا لازم أعمل معاينة قبل الطباعة، أنا لا هحذفه ولا هكتبه، ما أنا أصلا خلاص خلصته. أي مال يعد من عائلة نظام لينكس؟ الفيدورا ولا اللينكس مينت ولا ألف وباء؟ الاثنين من نظام اللينكس. من المتوقع أن تصل سرعة الرسالة الكهربائية المصرية محلية الصنع إلى 60 كيلو متر في الساعة. تقدم شركة التكنولوجيا ألوي العديد من الخدمات لسائق الحافلات، منها الخدمات دي زي ايه؟ قروض منخفضة الفوائد، بس هي دي. لتحرير وتعديل ستور بشكل مجاني، مجاني يبقى انا هستخدم الجيم. في برنامج الباوربوينت يتم تغيير حجم الشريحة من خلال تبويب تصميم، بدخل تبويب الاسم تصميم وببدأ اغير حجم الشريحة بتاعتي. نستخدم خاصية نقط ببرنامج جيمب لجعل صورتين معا تبدو كصورة واحدة، يبقى طالما صورتين هتبقى صورة يبقى ده دمج ستور. تقليل الانبعاثات الكربونية، فكرت الأنسة من انظهار الاعتماد على الحافلات التي تعمل بالكهرباء. نظام نقط يعمل على أجهزة الكمبيوتر ماكنتوش، يبقى ده ماك اوبريتنج سيستم. يمكن لسائق الحافلات تسديد قروضهم للموالين بشكل يومي شهري سنوي، بيسددوا بشكل شهري من الأرباح، وده سؤال ما يجيش في امتحانات يعني. توفر العديد من الشركات النقل خدمة نقط والتي تتيح تأمين خدمات سريعة لعدد كبير من الأشخاص في الوقت نفسه، ده اللي هو خدمة جدولة الرحلات عبر الإنترنت. يمكن لسائق الحافلات في النيبال تحديث حافلاتهم عن طريق تركيب بطاريات طويلة الأمد ولا قصيرة الأمد؟ طبعا طويلة الأمد. تطبيق نقط هو تطبيق مصمم لتخزين الأموال عليه، ده طبعا محفظة الهواتف المحمولة أو المحفظة الإلكترونية. التبويب نقط يمكن استخدامه الاختيار ما بين خيارات التخطيط المتوفرة في برنامج الوورد. خيارات التخطيط يبقى ده لاي اوت. لإضافة صور للتقرير في برنامج وورد بنضغط على التبويب انسرت او ادراج. طالما هدخل اي حاجة على البرنامج يبقى انا بستخدم انسرت او ادراج. يستخدم برنامج نقط لتقديم عروض تقديمية متميزة، يبقى ده برنامج الباور بوينت. لحفظ ملف العرض التقديمي يجب الضغط على عايز احفظ الملف، يبقى انا هضغط على حفظ باسم، سهله اهي. السؤال بيقول حفظ والاجابه حفظ. غالبا ما توظف نوافذ الدردشه الخاصه بمقدمي الخدمات التعليميه نقط للرد على الطلبات، هي بتوظف اطفال ولا محركات بحث؟ روبوتات محادثه، طبعا روبوتات محادثه. تعد اضافه جذابه لاي عرض تقديم النصوص الخطوط المرئيات، طبعا المرئيات، واحنا قلنا ان النصوص مش من ضمن المرئيات. احنا بنشوفها لكن هو مش قصده النص، هو قصده اي حاجه مرئيه اللي هي الصور، الرسوم المتحركه، الفيديوهات، الرسم البياني، كل حاجات دي تعتبر مرئيات. كل معاملات القروض الخاصه بشركه الوي تتم من خلال الرسائل النصيه. كده خلصنا الاختياري، نبدا في الصح وغلط. في برنامج باوربوينت يمكنك حفظ الملف من خلال تبويب ادراج. غلط. حفظ الملف ده بجيبه من خلال تبويب ملف، لكن ادراج دي بندخل صوره، بندخل جدول. لا يمكن لقواعد البيانات تخزين كمية كبيرة من المعلومات. غلط، لأن أصلا تعرفها إن هي كمية كبيرة من المعلومات بيتم تخزينها في نظام الكمبيوتر. الرسائل في خدمة المراسلة مشفرة بحيث لا يمكن لأحد قراءتها سوى المستلم. صح.
تنسيق الأرقام والتواريخ في برنامج إكسل يتم بشكل يدوي بس غلط، أنت مجرد ما بتختار إن بتكتب تاريخ هو بيعمل كده زي فورماتنج إلكترونيك للخلية دي إن أنت كاتب فيها تاريخ. لا يمكن استخدام برنامج جيمب إلا على نظام تشغيل واحد، غلط. من مميزاته إنه بيشتغل على نظام تشغيل. برنامج باوربوينت أداة مفيدة لإنشاء العروض التقديمية، صح طبعا. لإضافة خط جديد، نقوم بتحميل الخط وإسقاط ملف الخط الجديد في مكتبة الخطوط، صح. دي الخطوات اللي إحنا عملناها، نزلنا خط من على الإنترنت، بعد كده أخدنا الخط كده وسحبناه ودخلناه في مكتبة الخطوط اللي موجودة في لوحة التحكم. التحدث بوضوح وإظهار الثقة بالنفس من الأمور الواجب مراعاتها عند تقديم العروض التقديمية، صح. تسعى مصر لتصنيع سيارات كهربائية محلية الصنع بسعر مقبول، صح. كل الناس تثق في الذكاء الاصطناعي ولا يتردد أحد في استخدامه، أبدا غلط. مش كل الناس بتثق في الذكاء الاصطناعي. تسمح أنظمة التشغيل للمستخدمين التواصل مع الكمبيوتر بسهولة، صح. وده من ضمن أسباب استخدام ومميزات استخدام أنظمة التشغيل. ليس من الضروري التدرب على العروض التقديمية قبل تقديمها، غلط. قلنا لازم تتدرب قبل العرض أكتر من مرة. شركة التكنولوجيا ألوي هي أحد شركات تصنيع روبوتات، غلط. دي شركة تكنولوجيا مالية. برنامج باوربوينت يسمح بمشاركة المعلومات والصور، صح. إن أنا بستخدم معلومات أو بستخدم صور، ولما بعمل العرض يبقى أنا كده عملت مشاركة للمعلومات والصور، مش قصدي إن أنا ببعتها أو كده يعني. لإنشاء الصيغ في برنامج الإكسل نكتب أولا زائد زائد، غلط طبعا. أنا بكتب في الأول يساوي. كل برامج تعديل وتحرير الصور برامج مفتوحة المصدر، غلط. لأن احنا خدنا الجيمب مفتوح المصدر ومجاني، لكن الفوتوشوب مغلق وكمان بيدفع له فلوس، بيدفع له اشتراكات، مش مجاني. المايكروسوفت إكسل يعتبر بمثابة نظام لإدارة قاعدة البيانات، صح. لا توجد برامج لتحرير الصور مجانية، غلط. لأن احنا عندنا الجيمب مجاني. تعتبر محركات البحث من أدوات البحث التكنولوجي، صح. قلنا أدوات البحث التكنولوجي محركات البحث ومواقع المقارنة الإلكترونية. من الممكن في برنامج الباوربوينت إضافة صور، صح. برضو تستخدم لغة جافا سكريبت تصميم صفحات الويب الديناميكية، صح. ساعة الأنسة من اندهار المحلية في جمهورية نيبال، صح. ده هي البلد اللي ساكنة فيها. يشمل مقدم خدمات التعليم المنظمات ربحية وغير ربحية، صح. يعد مايكروسوفت وورد الأداة الأكثر موثوقية، بعد ما مايكروسوفت وورد ده الأكثر موثوقية لكتابة التقارير، صح. وورد أهم برنامج بستخدمه لكتابة التقارير. احنا الوورد والإكسل والباوربوينت بنتكلم فيهم من سنة رابعة، عشان كده أنا بعديهم بسرعة. الوورد لكتابة التقارير، الباوربوينت عشان أعمل عرض تقديمي، والإكسل علشان أعمل قاعدة بيانات أو جداول أو رسم بياني أو عمليات حسابية. فلاتر البريد الإلكتروني تساهم في سرقة بيانات بريدك الإلكتروني، غلط. المفروض إن هي بتحميني من أي بريد إلكتروني ضار. يمكن لسائق الحافلات في جمهورية نيبال تحول السيارات الكهربائية بقروض ميسرة، صح. تعتبر لغة الترميز HTML من لغات البرمجة، صح. صح في المنهج، يعني في المنهج زي ما هو قايل لك أنا بقول لك، لكن هي مش بعد كده هتعرف إنها مش من لغات البرمجة خالص. تنسق أنظمة التشغيل عملية الاتصال بين الأجهزة والبرامج، صح. لحل مشكلة جهاز لا يشحن تأكد من أن البرنامج الذي تستخدمه محدث، لا ملوش دعوة، جهاز مش بيشحن ده ملوش دعوة بالتحديث. من تطبيقات الملاحة، تطبيقات الملاحة لا تعد من أدوات الذكاء الصناعي، غلط. من خلال برنامج جيمب يمكنك تعديل لون العين وتصحيح الصور، صح. تشارك جميع المواقع الإلكترونية تقييمات المستهلكين للمنتجات، مش كلها، لأن أنا عندي مواقع تجارية وغير تجارية. لو هي مواقع تجارية هيبقى فيه تقييمات، طب لو غير تجارية مش هيبقى فيه تقييمات، يبقى دي غلط. استخدام السيارات الكهربائية لا يحد من انبعاثات الكربون، غلط. المفروض هي استخدمت السيارات الكهربائية عشان تحد من انبعاثات الكربون. 34 مقدم الخدمات التعليمية تشمل المتاحف الافتراضية، صح. لان هي بتقدم لي كده شيء تعليمي، لان اللي بيستخدم المتاحف الافتراضية دي مش بيستخدمها للترفيه لكن بيستخدمها للتعليم، فهي تعتبر من مقدمي الخدمات التعليمية. لا يمكن إنشاء الصيغ الحسابية في برنامج مايكروسوفت إكسل، غلط. أنا بستخدم الإكسل زي ما قلت من شوية عشان أعمل أي عمليات حسابية. أداة البورصة لها العديد من المخاطر، صح. أداة البيانات يجب أن تتم وفقا إدارة البيانات يجب أن تتم وفقا لقوانين حماية البيانات المصرية، صح. تستخدم لغة HTML لتصميم صفحات الويب الديناميكية، غلط. المرئيات تعد إضافات مملة وغير فعالة، غلط.
لإضافة أعمدة في برنامج الإكسل نختار Insert Column، دي صح، أو إدراج عمود. يمكن إنشاء عروض تقديمية تحتوي على صور ورسوم متحركة، صح. يمكن استخدام قواعد البيانات لجمع البيانات عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أي حاجة، صح. مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم اقتراحات للمستخدمين تعد إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، صح. هي مش الموقع نفسه أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن فكرة إن هو بيقترح لك يعني حاجات معينة، ده بيتم من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، زي مثلا لما يقترح عليك أصدقاء، لما يقترح عليك أماكن تزورها، كل الحاجات دي بتتم من خلال الذكاء الاصطناعي. يمكن استخدام برنامج مايكروسوفت وورد لمشاركة المعلومات، صح. وجود العديد من المتاجر عبر الإنترنت قد يسبب ارتباكا للمستهلكين، صح، وده اللي احنا أخدناه بالظبط في الدرس. ساعدك برنامج باوربوينت على إنشاء مواد مرئية جذابة تشد الانتباه، صح. مكتبة الإسكندرية لا تعد من مقدمي الخدمات، غلط، وأساسا احنا اللي ذكرهم في الدرس من مقدمي الخدمات التعليمية مكتبة الإسكندرية وبنك المعرفة المصري، ودول منظمات غير ربحية، لكن حتى ما ذكرش أمثلة على المنظمات الربحية، وقلنا إن دي زي المواقع اللي بتقدم كورسات بس بتكون مدفوعة. يمكن لخدمات المراسلة أن تعمل على أجهزة أندرويد فقط، غلط. إحنا قلنا من مميزاتها إنها تشتغل على كل أنظمة التشغيل. التجارة الإلكترونية عملية شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الإنترنت، صح. على الرغم من التقدم التكنولوجي إلا أنه لا يمكن جدولة الرحلات عبر الإنترنت، غلط. إحنا عملنا الموضوع ده من خلال مواقع السوشيال ميديا، يبقى ينفع إن أنا أجدول الرحلات عبر الإنترنت. يجب أن يكتفي المستهلك بوجهة نظره فقط عند اتخاذ قرارات شراء المنتجات الأفضل ليه، غلط. إحنا قلنا المستهلكين ذوي الخبرة بيستخدموا أدوات البحث التكنولوجي زي محركات البحث وزي المواقع المقارنة الإلكترونية. نظام التشغيل ماك يعد من أنظمة التشغيل المكلفة، صح، لأن هو أغلى من الويندوز. يجب على مصممي أدوات الذكاء الاصطناعي التحيز لآرائهم، طبعا غلط، من ضمن الأخلاقيات إن أنت تكون مش متحيز لرأيك. ممكن الحصول على قرض من شركة ألوي بإجراءات معقدة مملة، غلط، إجراءات كانت سهلة جدا وكانت بتتم من خلال موقع الشركة. يمكننا التواصل عبر برمجيات مؤتمرات الفيديو بدون الاتصال بالإنترنت، غلط طبعا، أي تواصل في الدنيا لازم يكون في إنترنت. تتفوق خدمات تطبيق واتساب على خدمة الرسائل النصية في بعض المزايا، صح، وعملنا مقارنة بينهم في الدروس. ليس من الضروري حماية نفسك من الإنترنت، غلط، إحنا من سنة رابعة بنتكلم في إزاي تحمي نفسك وإنت على الإنترنت. تتيح لك أدوات التنسيق ببرنامج وورد ووضع العناوين وإدراج ستور. وضع العناوين وإدراج ستور من أدوات التنسيق، يبقى دي صح. 59، لا يمكن للذكاء الاصطناعي فتح الجهاز بالتعرف على الوجه، غلط، المفروض إن أنا بقدر أعمل كده وإنت بتحل في الامتحان، خلي بالك إن هنا في لا، عشان في ناس بتاكل كلمة لا ديت وتروح عاملاها صح. كل أنظمة التشغيل مجانية ولا تحتاج لأي مقابل مادي لاستخدامها، غلط، مش كله مجاني. من أدوات الحوسبة السحابية للتواصل في الوقت نفسه منصات مؤتمرات الفيديو، صح. لا يمكن إجراء أي تعديلات أو تغييرات في أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر، غلط، هو لو مفتوح المصدر يبقى ممكن نغير فيه، لأن ده معنى كلمة مفتوح المصدر. أدوات معالجة اللغة ليست من أدوات الذكاء الاصطناعي، غلط. معظم أجهزة الكمبيوتر تكون مزودة بأنظمة تشغيل محملة مسبقاً، صح، لأن أنا ما بشتريش كل ما بشتري أي جهاز بيكون موجود عليه نظام التشغيل بتاعه. يمكن للشركات بيع السندات كوسيلة لجمع الأموال، صح، قلت خلي بالك ما بين السندات والأسهم. السندات الشركات بتبيعها كوسيلة لجمع الأموال، الأسهم بيقول لك إن بيتم تقسيم الشركة لأجزاء متساوية، الأجزاء دي اسمها الأسهم. يمكن التغيير في إعداد نظام ويندوز عن طريق لوحة التحكم، صح. هناك طريقة واحدة فقط للانضمام، غلط، احنا قلنا في طريقتين، إما إن أنا ببعت لك لينك فأنت بتدخل على اللينك، او ان انت بتدخل على الموقع وبتدخل كود وبعد كده بتدخل باستخدام الكود ده، هما دول الطريقتين. درس السوني كمان اندهار الهندسه في جامعه سنجلاريتي في كاليفورنيا، صح. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لانشاء برامج تعليميه تفاعليه، صح. دمج الصور يهدف الى جمع صورتين معا تبدو صوره واحده، صح. لا يمكن التواصل مع مقدمي الخدمات، غلط، احنا شغالين نقول نتواصل معاهم بالايميل او باستخدام النوافذ الدردشة، يبقى كده الجملة دي غلط. ممكنك الاستعانة ببرنامج جيمب للقيام ببعض مهام برنامج فوتوشوب بشكل مجاني، ممكن،
يعني هو فيه كتير من الفوتوشوب. طباعة ملف باوربوينت، نضغط على تبويب ديزاين اللي هي تصميم، انا عايز اطبع الملف، هدخل ديزاين اعمل ايه؟ غلط، انا بدخل على تبويب اسمه فايل او ملف، وبعد كده بختار اطبع او برنت. رغم ان اهمية برنامج جيمب الا انه يستهلك مساحة كبيرة، غلط، احنا قلنا ان هو خفيف فبيستخدم مساحة اصغر. ساعد باوربوينت على فهم المادة المعروضة افضل من النصوص العادية، صح؟ لا يمكن تغيير الوان المخطط الانسيابي، غلط، احنا بنغيرها عادي جدا من خلال التمثيل. وساعد التقييمات عبر الانترنت في اتخاذ قرار شراء منتج ما، صح؟ احنا قلنا التقييمات بتساعد صاحب العمل وبتساعد الشخص اللي هيشتري اللي هو العميل المحتمل ده، لان الشخص اللي هيشتري انت بتساعده بالتقييمات بتاعتك علشان يقرر اذا كان المنتج ده كويس او لا فيشتريه، والشركة بتعرف انها تستفيد من التقييمات دي بحيث انها تعرف تعدل المنتج بتاعها علشان يكون بشكل افضل. ادوات معالجة اللغة، توفر معلومات وتساعد على صياغة الاجابة عن امر ما، صح؟ منصات مايكروسوفت تيمز وجوجل ميت متشابهان بشكل كبير، صح، احنا كل قلنا كل الاساسيات متشابهة. دائما توظف نوافذ الدردشة، روبوتات المحادثة، الرد على الطلبات، صح. يمكن شراء الاسهم والسندات بسهولة عبر المواقع الالكترونية المزيفة، اقرا بقى لحد الاخر، لو قريتها بسرعة كده هتعملها صح، لكن طبعا غلط، من المواقع الالكترونية الموثوقة. روبوتات المحادثة هم اشخاص حقيقيين، غلط، هم تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يجب إظهار سلوك راق وابتسامة دائمة أثناء مؤتمر الفيديو، صح؟ محتوى الويب الثابت هو المحتوى الذي يمكن تغييره بناء على تفاعلات المستخدم، طبعاً غلط، ده محتوى الويب الديناميكي. يجب على مستخدم الذكاء الاصطناعي أن يكونوا أخلاقيين ولا ينتهكوا خصوصية الآخرين، صح؟ عند استخدام نوافذ الدردشة من الضروري التعبير عن طلبك بأقصى قدر من الوضوح والتركيز، صح؟ يجب استخدام كلمة مرور واحدة لكل حساباتك على الانترنت، طبعا دي غلط، لو جبنا واحد سنة رابعة وقلنا له الجملة دي هيعرف انها غلط. جميع التقييمات عبر الانترنت مزيفة ومبالغ فيها، غلط، احنا قلنا ما عنديش حاجة اسمها كل او جميع، دايما في الحالتين عندي، فدايما لو بتبقى الجملة بدأ بكل او جميع هتبقى مش صح. يعتمد الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات في حل المشكلات، صح. استخدام برامج تحرير وتعديل الصور لتغيير الصور يجعلها تبدو أكثر جاذبية، صح. جيمب يعد مثالا على برامج تعديل الصور وتحرير الصور، صح. 92، تعتمد خدمات المراسلة مثل واتساب على الانترنت لإرسال واستقبال الرسائل، صح. لا يمكن الاستعانة بخدمات المراسلة عند التعاون مع زملائك مشروع جامعي، غلط، ممكن استخدمها. شركة الأنسة من اندهار في تأسيس شركة التكنولوجيا المالية، صح. يعد نظام تشغيل لينكس من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر، صح. حديثا أصبح من الممكن شراء تذاكر الرحلات ودفع مقابلها عبر الإنترنت، صح. للاختيار بين خيارات التخطيط تستخدم insert، لا، التخطيط بقى في اللي اوت. من عيوب خدمات المراسلة إرسال الرسائل وتلقيها بشكل مجاني، غلط، يعني ببعت وبستلم والدنيا تمام ومجاني، ليه عيوب؟ دي من المميزات. يتضمن برنامج باوربوينت أدوات رسم وكتابة لصياغة النصوص، صح. سونيكا من دهار مستكشفة وخبيرة آثار لدى ناشونال جيوغرافيك، لا هي مش خبيرة آثار. معظم سائق الحافلات في عاصمة جمهورية النيبال من الرجال، غلط، احنا قلنا معظمه من النساء. تسمح لك أدوات التنسيق في برنامج وورد عرض الملف قبل حفظه أو طباعته، صح، أنا بستعرض الملف. من الممكن الكمبيوتر أن يعمل بدون نظام تشغيل بسهولة، غلط طبعا. تستخدم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية نفس أنظمة تشغيل الكمبيوتر، غلط. برنامج أدوبي فوتوشوب من أهم برامج المراسلة الفورية، غلط، ده برنامج رسوم. يمكننا استخدام برنامج جيمب بشكل مباشر عبر مواقع الإنترنت، صح، في مواقع بتقدر تستخدم عليها الجيمب. ليس من الضروري إنشاء نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة، غلط. يعد شراء الأسهم والسندات وإدارتها وبيعها عبر المواقع الإلكترونية أمرا مستحيلا، غلط، إحنا بيحصل. التحفظ هو مراعاة خصوصية المستخدم وأمانه عند تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي، صح. يختار الأفراد شراء الأسهم كوسيلة لدعم الشركات التي سيقوم بها، صح. من الضروري إعداد كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك، صح. لا يمكن تغيير خلفية الصور عن طريق جيمب، غلط طبعا، بقدر أغير الخلفية. في برنامج مايكروسوفت وورد يمكننا اختيار نوع الخط من خلال التبويب هوم، صح. لا يمكن دفع الفواتير عبر محافظ الهواتف، غلط، بقدر أدفع الفواتير.
نظام تشغيل ماك يعد النظام الأكثر شيوعا في المدارس والمؤسسات. غلط، النظام الأكثر شيوعا هو الويندوز. يعد جيم مختلف أنواع يدعم جيم مختلف أنواع الملفات، ويمكنك يمكنك من تحويل الصورة إلى نوع آخر. صح، برنامج جيم من البرامج المجانية ولكنه مغلق المصدر. غلط، هو مجاني مفتوح المصدر. استخدم أجهزة الكمبيوتر ماكنتوش نظام التشغيل ماك أوبريتنج سيستم. صح، أطلقت مصر استراتيجية لتبني الاقتصاد الأخضر. صح، من أمثلة تطبيقات المراسلة تطبيق واتساب. صح، وده التطبيق الوحيد اللي احنا خدناه على تطبيقات المراسلة، يبقى الواتساب دايما من تطبيقات المراسلة. في الغالب أي تطبيق تاني هيسموه لك احنا خدناه في المنهج ويقول لك إن ده تطبيق من تطبيقات المراسلة. غلط، إنشاء العروض التقديمية يساعدك على التعبير عن أفكارك. صح، يمكن التغيير في إعداد نظام أوبريتنج سيستم ماك أوبريتنج سيستم عن طريق تفضيلات النظام. صح، فأنا الجزء بتاع الضبط أو التشغيل أو التحكم في أنظمة التشغيل عندي في الماك أوبريتنج سيستم اسمه تفضيلات النظام، في الآي أو إس اسمه مركز التحكم، في الويندوز اسمه لوحة التحكم. يبقى تاني اكتبهم كده على جنب عشان ما تنساهمش. في الماك الجزء بتاع التغيير في إعداد النظام ده اسمه تفضيلات النظام. طيب، وفي الويندوز اسمه لوحة التحكم، وفي الاي او اس اللي هو تبع الموبايل اسمه مركز التحكم، اسمه مركز التحكم. متيح لك برنامج باوربوينت تخصيص حجم الشريحة الخاص بك. صح، ممكن اغيره. البورصة هي عملية شراء السلع والخدمات. غلط، ده تعريف التجارة الإلكترونية. برغم من أهمية أدوات معالجة اللغة كمصادر معلومات إلا هناك مخاوف من إمكانية استخدامها. صح، لأن احنا قلنا إنها ممكن تستخدم في النصب والاحتيال. تساعد شركة التكنولوجيا ألوي سائق الحافلات من خلال تحديث سياراتهم. صح، هي بتديهم قروض عشان يشتروا جديد أو بتحدث العربيات بتاعتهم. اهتمت دراسة سونيكا من اندهار بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. صح، من خلال المؤثرات الخاصة ببرنامج جيمب يمكنك جعل الصورة تبدو قديمة. صح، في العروض التقديمية يجب ألا يتجاوز حجم الخط 20. غلط، احنا القاعدة بتاعت الباوربوينت دي برضو اكتبها، ما جاش فيها أسئلة كتير. قاعدة بتقول 10 20 30، العشرة ديت عدد الشرايح بتاعتك ما تزيدش عن 10، العشرين الوقت المتاح للعرض التقديمي ما يزيدش عن 20 دقيقة، و30 اللي هو حجم الخط ما ينفعش يقل عن 30. بإضافة طبعة نحدد الأجهزة والصوت، وبعد كده أضف جهاز. صح، أتمنى لكم كل التوفيق. لو عندك أي أسئلة اكتب لي في الكومنتات. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة لو أنتوا أول مرة تسمعونا. هننزل على القناة في الأجازة كورسات كتيرة جدا هناخدها على الزوم مع بعض إن شاء الله. هننزل الإعلانات بتاعتها على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التليجرام، فتابعونا إن شاء الله. هنحاول نستغل الأجازة بشكل كويس وبشكل أفضل ومفيد لكل الطلبة بإذن الله. شكرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الشرح ياريت تعملوا شير للقناة وللفيديوهات عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا.